تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في مواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار شهر نجحت الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 44,432 قضية تموينية متنوعة، من بينها 124 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 13,054 اسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب1,762,290 جنيها، وضبط 81 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,396,550 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 459 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 795 طن سلع مدعمة، وضبط 33 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 120.5 طن. كما تم ضبط 11,156 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 916 طن سلع غذائية. كما تم ضبط 50 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت 243 طن و834 كيلو أقماح. كما تم ضبط 18,355 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 77 طن، إضافة إلى ضبط 9 قضايا في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 61 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 1,904,849 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 735,176 مخالفة تجاوز السرعات المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16,437 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 709 سائق منهم. كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 5,119 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 3 حالات. كما تم فحص 1211 مركبة وتبين مخالفة 65 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1585 سيارة و196 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 39,575 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 5,489 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 6,798 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 12,431 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 15,775 مخالفة ملصقات، وضبط 194 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر
322,343 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 257,512,996 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1,131 قضية، من بينها 668 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 462 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 181,150 نسخة من كتب بدون ترخيص وكتب وملازم تعليمية وأغلفة لسنوات ومواد دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 127 قضية بقيمة مالية بلغت 344,718,945 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 5,190 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 6,369,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 18,784,750 جنيها.